أشهد أن لا إله إلا الله، أحوازنا هي أرضنا، أحوازنا. قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونعتبر ونثق ونتوكل على الرازق الحي القيوم سبحانه وتعالى. كيف هذه المخلوقات الضعيفة الصغيرة التي ما تملك لا ذكاء ولا تملك لا قوة، كيف يرزقها رب العالمين؟ الحيات في جحورها، الدواب في أسرابها، كيف يرزقها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يذكر أهل العلماء، علماء الأحياء، أن هناك دابة يعني أشبه ما تكون بالجرادة، يسمونها السفكس. هذه سبحان الله لها دورة يعني رزقية عجيبة، فإنها إذا لقحت بالبيض جاءت إلى تربة مناسبة وغرزت جذعها، ثم وضعت من البيوض الشيء الكثير. فإذا وضعت البيض قبل أن تودع أولادها، ذهبت وبحثت عن حيوان مناسب، وليكن مثلا عنكبوتا أو شيئا، ولدغته في مركز إحساسه في دماغه حتى تشله ولا يموت، ثم تأتي به وتضعه في هذا الجحر، ثم تضع مادة غرائية صمغية وتسد جحرها، حتى إذا فقس البيض وجد هؤلاء الصغار لحما طريا غير منتن، لأنه لم يمت ولكن غير قادر على الحركة ليدافع عن نفسه لأنه مشلول، فيتغذى عليه حتى يقوى، ثم يشق هذه الشرنقة ويخرج ويبحث عن رزقه في الحياة ويدور دورته، حتى إذا لقحت أنثى فعلت كما فعلت أمها سابقا. سبحان الله العظيم، من الذي هداها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. أحوازنا هي أرضنا، أحوازنا.